لماذا كذبت حملة نبيل القروي؟ القصة الكاملة لعلاقته بضابط الموساد. هذا التقرير جزء من مشروع الحج إلى واشنطن لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين سنتي 2010 و2020، ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستند لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية تتبع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب فارا، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها وكافة الوثائق متاحة للتصفح على الإنترنت. وصل رجل الأعمال التونسي نبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية سنة 2019، ونافس فيها الأستاذ الجامعي قيس سعيد الذي فاجأ الجميع وأصبح رئيسا للبلاد رغم افتقاده للدعم المادي أو السياسي على عكس منافسه. كان ذلك في مطلع أكتوبر 2019، وفي تلك الأيام انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية مختلفة عن وجود تعاقد بين نبيل القروي وآري بن ميناشي ضابط الموساد السابق يعمل فيه بن ميناشي لصالح القروي في ملفات عدة، منها السعي لإنجاحه في الانتخابات الرئاسية. نفت حملة القروي وجود أي علاقة بينه وبين شركة ضابط الموساد السابق، وقالت إن محمد بودربال الذي وقع العقد نيابة عن القروي لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالمرشح نبيل القروي، وأن الحديث عن العقد جزء من الحملة التشويهية الشرسة التي تطال القروي منذ سنوات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء. لكن وثائق الشركة المنشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية تظهر أن بيان حملة القروي مضلل على أقل تقدير. ذكرت الوثيقة الجديدة أن الشركة أنهت علاقتها مع القروي في الربع الأخير من عام 2019 بعدما أمنت الشركة الإفراج عنه من السجن بالتعاون مع وكالات أمريكية فورا قبيل الانتخابات التونسية. في إشارة لقرار الإفراج عنه في التاسع من أكتوبر 2019 قبل أيام من الانتخابات، نشرت الشركة وثائق أخرى في الشهور التالية، صدرت إحداها في يناير 2020 وذكرت اسم زوجة نبيل القروي سلمى سماوي التي أجرت تحويلات مالية على دفعتين، الأولى قيمتها 50,000 دولار والأخرى 100,000 دولار لحساب شركة ضابط الموساد السابق في يوم 23 سبتمبر 2019. بعدها بيومين في 25 سبتمبر حصلت الشركة على مبلغ 100,000 دولار محولة باسم سليم حمدادو، ليصبح مجموع ما أخذته الشركة من حملة القروي 250,000 دولار أمريكي. في هذا التقرير نستعرض قصة التعاقد وتطوراته بكامل تفاصيله المالية والسياسية المتاحة عنه. من هو نبيل القروي؟ نبيل القروي هو رجل أعمال تونسي أسس حزب نداء تونس وترأسه، دخل عالم الإعلام بعد ظهوره على قناة نسمة التي يملكها ومقابلاته المستمرة لمواطنين تونسيين ومناقشتهم مشاكل البلاد. قبل الانتخابات بعامين أي في 2017 وجهت تهم فساد مالي وتهرب ضريبي ضد القروي من منظمة مدنية تونسية اسمها أنا يقظ، تهدف لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية. ومع تقدم القضية المرفوعة على القروي جمدت أصوله ومنع من السفر، وفي نهاية أوت 2019 سجن نبيل القروي، لكن لم يصدر قرار بمنعه من المتابعة بالترشح للانتخابات الرئاسية. بدأت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في 15 سبتمبر 2019، وتأهل منها المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي من محبسه، وجاء مرشح حزب النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث، لتبدأ بعد ذلك التجهيزات للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وانعقدت في 13 أكتوبر لتنتهي بفوز قيس سعيد برئاسة الجمهورية بانتصار ساحق حاصدا 72% من أصوات الناخبين. وفي نفس الفترة جرت الانتخابات البرلمانية في يوم 6 أكتوبر، وجاء فيها حزب النهضة بالمركز الأول، يليه حزب القروي نداء تونس. وفي خضم هذا السباق السياسي المحموم، وبينما يقبع القروي وراء القضبان بتهم الفساد، أخذت زوجته سلمى السماوي زمام قيادة حملته الانتخابية ولعبت دور المتحدث الرسمي باسم زوجها. نبيل القروي يحاول الاجتماع بترامب وبوتين.
قبل اعتقال نبيل القروي بأربعة أيام فقط وقع عقدا مع آري بن ميناشي عميل الموساد السابق والمستشار السياسي لعدة سياسيين وحكومات عربية وإفريقية منها الإمارات واللواء الليبي خليفة حفتر ومؤخرا محمد حمدان دقلو المشهور بحميدتي وقائد قوات الدعم السريع سيئة الصيت في السودان. وباختصار يعمل بن ميناشي عن كثب في خدمة محور الثورة المضادة في العالم العربي. سجل العقد في 19 من أوت 2019 وكانت قيمته الأساسية $1,000,000 لمدة عام. ولكن للعقد أهداف طموحة تبدأ أولا بالضغط السياسي على الكونغرس الأمريكي وعلى الحكومة الأمريكية ووكالاتها التابعة لها لدعم جهود نبيل القروي ليصبح رئيسا لتونس كما يذكر العقد. ويذكر أيضا السعي للتأثير في سياسة الولايات المتحدة لتتوازى مع محاولة نبيل القروي للترشح لرئاسة تونس. تطول قائمة الأهداف لتشمل الضغط على روسيا والاتحاد الأوروبي وعلى الأمم المتحدة بالإضافة لأي دولة أو جهة أخرى يتفق الطرفان على الضغط عليها. ولربما أكثر الأهداف طموحا هو عمل بن ميناشي على تنسيق اجتماع نبيل القروي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين قبل الجولة الانتخابية الأولى للرئاسة في 15 سبتمبر 2019. ولا تقتصر القائمة على مسؤولين أمريكيين بل تضم العمل على اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الفترة بهدف الحصول على دعم مادي للدفع نحو الرئاسة. وأخيرا في حال فوز القروي بالانتخابات كانت ستعمل الشركة على ترتيب دعم كامل للاقتصاد التونسي وتنسيق استثمارات من شركات أمريكية في تونس. وفي نهاية العقد وقع نيابة عن القروي شخص اسمه محمد بودربالة الذي نفت حملة القروي أي علاقة به. صورة توقيع محمد بودربالة ممثلا عن نبيل القروي وفوقه توقيع آري بن ميناشي ضابط الموساد السابق ورئيس الشركة. المصدر هو موقع وزارة العدل الأمريكية. هل تم إطلاق سراح القروي بضغوط أمريكية؟ على عادة الشركة في تعاملها مع كافة زبائنها لم تذكر في وثائقها أي تفاصيل إضافية عن الجهات التي تواصلت معها وعن نوعية التواصل وتاريخه. واكتفت الشركة بالتصريح في ملفاتها بأنها حافظت على تواصل مستمر مع الحكومة الأمريكية لا للضغط عليها لتعديل سياساتها ولكن لتقديم استشارات للمرشح الرئاسي بشأن السياسات الأمريكية تجاه الانتخابات في تونس. الوثيقة المنشورة في 21 جانفي 2020 تذكر أيضا المدفوعات التي تلقتها الشركة نيابة عن القروي. وكما ذكرنا آنفا قامت زوجة القروي سلوى سماوي بتحويل دفعتين، الأولى قيمتها 50,000 والثانية $100,000، حولتها في يوم 23 سبتمبر 2019، ثم جاءت دفعة أخرى في يوم 25 سبتمبر قيمتها $100,000 باسم سليم حمداد، وبذلك يكون المجموع $250,000 أمريكي. صورة من الوثائق تظهر مدفوعات القروي لشركة بن ميناشي دفعت باسم سلوى سماوي باللون الأحمر وسليم حمداد باللون البرتقالي. المصدر أيضا وزارة العدل الأمريكية. ثم نشرت الشركة وثيقة أخرى في 17 من يوليو تموز 2020 تحتوي على تفاصيل جديدة عن علاقتها بالقروي. ذكرت تلك الوثيقة أن الشركة أنهت علاقتها مع القروي في الربع الأخير من سنة 2019 بعدما أمنت الشركة الإفراج عنه من السجن بالتعاون مع وكالات أمريكية فورا قبيل الانتخابات التونسية، في إشارة لقرار الإفراج عنه في 9 من أكتوبر 2019 قبل أيام من الانتخابات. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قررت الإفراج عنه بعد تقديم محاميه لطعون عدة رفضت جميعها سابقا. ولكن لماذا أنهت ديكنز أند ماديسون علاقتها بنبيل القروي؟ تقول الشركة في الوثائق أنها اتخذت القرار بعد اطلاعها على سوء تصرف كبير يشمل تحريفا وتجاوزا ماديا من طرف القروي، بالإضافة لفشل العميل الأجنبي في الالتزام بشروط اتفاقه مع الشركة.